إن كنت في ضيق ولا تدري المفر، تعبان متضايق ما عارف كيف الطريقة لتخلص. إن كنت في ضيق ولا تدري المفر، فارفع يديك وقل إله العدن. أو كنت من عظم المصائب قانطا يائسا، فدع القنوط وقل إله العن. أو كنت تخشى من عدو غاشم، أو من طريق ليس يخلو من خطر، فلعن أبا بكر وعثمانا وقبل معا وبعد اهتف إله العن. لا تدعي حبا لآل محمد، لا تدعي حبا لآل محمد، إن كنت لم تبدي البراءة من حب النبي وآله مع حب من عاداهم ضدان عند ذوي النظر. فاملأ فؤادك بالولاية للوصي وبالبراءة من أبي حفص عمر ابن العاص، هو أبو حفص كمان. فاملأ فؤادك بالولاية للوصي وبالبراءة من أبي حفص عمر. إن كان ما قد قلته يحلو لكم، صلوا على المختار والآل الغرار.